طيب تعال نقول بسم الله الرحمن الرحيم كده، والنهاردة هنحل كل اللي تشوز بتاع المعاصر. احنا مفتريين قوي. اول حاجة بيقول لك انا عندي 4 questions، 4 اسئلة. ادم يقول لي خلي بالك يا مستر من ايه؟ ان اول سؤال واخر سؤال سؤال كلمات مش جرامر. ازاي؟ بيقول لك الفارمر uses a to cut the wood. الفارمر بيستخدم ايه علشان يقطع الخشب؟ اكيد الاكس الفاكس. حلو. اما في اخر سؤال مين اللي بيعرفوا يقروا ويكتبوا كويس؟ اكيد السكرايبس. سكرايبس اللي هم الكتبه. يبقى انا هاخد مين؟ سكرايبس مين؟ الكتبه اللي هم بيقروا ويكتبوا ايه كويس. طيب تعال نشوف نمبر 3 وفوق و2 اللي هم الجرامر. ملك كان بتقول لك مش انت قلت لي زمان ان يسترداي بيجي معاها باست سيمبل؟ قلت لك بس استني يا دكتوره، يسترداي لو جه معاها اي تايم وقت لازم ناخد ووز او ويل اي ان جي، يبقى يسترداي لوحديها هاخدها، لكن يسترداي لو معاها اي تايم يبقى في الحاله دي هاخد ووز او ويل اي ان جي، هقول له وير هافينج. ماشي يا دكتوره؟ طيب اما نمبر 3 فقال لي ان جود وباد وجريت الثلاثه دول بعديهم مين؟ بعديهم ات يا مستر محمد. طيب تعالى بقى نكمل اللي هو تيست 2 اللي هو بيج نمبر 53. الراجل هنا هو بيقول لك برضو ما تنساش سؤال كلمات، سؤالين كلمات وسؤالين جرامر. طيب اول سؤال معايا في الفوكابلري او الكلمات بيقول لك تعتبر فيفوريت فروت، فاكهه مفضله. الفاكهه المفضله ده اني واحده فيهم فاكهه؟ هي الباينابلز اللي هي الاناناس. طيب ايه كمان؟ التوريزم جيفز ايه فور لوكال بيبل، السياحه بتدي ايه للسكان المحليين؟ هي بتديهم جوبس وظائف. هات نمبر 3 بيقول لك ذي اون ذير بالكوني. ده سؤال كلمات. استنى يا مستر، شايفين يوجوالي؟ sometimes مش often، حاضر. always او always مش never، ايوه. كل دول يا مالك او يا ادم يجي الاول وبعد كده يجي الفيرب. يبقى انا هنا اهو بص كده، ست جت في الاول، لا. طب هنا اهو ست جت في الاول، لا. ست يجلس جت في الاول، لا. يبقى انا هاخد ايه؟ هاخد دي الاول اوفن. يبقى دول يجوا الاول بعد كده يجي الفيرب اللي هو ايه؟ ست مثلا، بلاي، ايت، وهكذا. بعد كده عليا تقول لك شايف يسترداي؟ قبلها مين؟ وقت، يبقى ووز او ويل اي ان جي. فهي قالت لك شي ووز، قول له لا، شي ووز ايتينج. ليه؟ لان انا عندي قاعده بتقول كده اهو، ان الاي والهي والشي والات واي حاجه مفرده ياخدوا ووز. طب ومين كمان؟ ان الوي واليو والذي واي حاجه جمع بلولر زي بويز ياخدوا مين؟ ياخدوا ويري الكبيره. تعال نكمل. تالت اكزام معايا هو موجود في 55، وتعالى نقرب كده اهو ونشوف. عليا تقول لك ان التنس يا مستر بنلعبه في ملعب اسمه كورت. يبقى انت هنا اهو التنس بيتلعب فين؟ ملك تقول لك ان التنس بيتلعب في الكورت، وان الفوتبول انت مركز جدا بتتلعب في البيتش. بيتش اللي هو ملعب كرة قدم. طب سؤال محرج، اللي سويمنج بتتعمل فين؟ اللي سويمنج ايوه في البول اللي هو ده اهو. يبقى اللي سويمنج بول اللي هو حمام السباحه، سويمنج بول. فاهمين حاجه؟ فاهمين. طيب سؤال، الويت مانك الشاطر ده هو بيقول لك كلمه نيك، هي نيك يعني ايه؟ نيك يعني ايه؟ نيك يعني ايه؟ نيك، ايوه شاطر. نيك معناها الرقبه. الرقبه بنلبس فيها فستان؟ طب سان جلاسز نضاره؟ طب براسلس اللي هي الاسوره؟ لا، بنلبس فيها العقد. ايه العقد ده؟ عقدتيني اهو، يبقى النكلس. طيب تعال نشوف نمبر 3 بيقول لك شي وانت تو اتشوب تو. شايفه تو؟ شايفه تو؟ شايفه؟ طب سلمينا عليها لما تشوفيها. يبقى باي انفينيتيف يجي بعدها مين؟ الانفينيتيف، اصغر كلمه. يبقى لما بشوف تو بيجي بعدها مين؟ الفعل. طيب بعد كده نمبر 4 بيقول لك جود اد. شايف جود اد؟ شايفه؟ طيب يبقى جود ات وباد ات وجريت ات، عائله الات ات ات، يجي بعدهم الاي ان جي، يجي بعدهم مين؟ يبقى بعد جود ات وباد ات وجريت ات يجي مين؟ تعال نشوف اكزامبل، ركز معايا. هات بيج نمبر 57 وتعال نشوف الاكزام بتاعنا نمبر 4.
بيج نمبر 57 بيقول لك البسبوسه احلى حاجه في الحياه. مالها بقى؟ ايه علاقتها بالفرن؟ ميكس بنخلطها في الفرن يعني تقولي كده ولا ايت ولا درينك ولا بيك؟ اكيد بنخبزها. عايش. طب هات اللي بعده. She is good at playing the piano. She is a واحدة شطرة في عزف البيانو. هي أكيد بيانست اللي هي عازفة بيانو. موافق. هات اللي بعده. Where you؟ مالها يا مستر محمد؟ Where you ده هي بتتحول لأي ووز. يبقى where you بتتحول لمين؟ I was. يبقى بيقول لك where you traveling to أسوان؟ أقول له yes I إيه؟ I am هزعل. Yes I was. ما تنساش. طيب ايه كمان؟ شايف would you like؟ اه would like ده ايه؟ ايوه. يجي بعديها يا مستر سم لو الحاجه دي بتتجمع او لا تعد. يبقى لو جمع او لا تعد وفي would like باخد سم. طب سؤال بقى لاشطر واحد في الجروب، لو انا قلت كلمه ابل تفاحه واحده اخد ا ولا ان ولا سم؟ هاخد ان. هاخد مين؟ يبقى الاول ان بيجوا مع المفرد، الاول ان بيجوا مع مين؟ مع كلمه واحده، لكن صار بتيجي مع الجمع او الحاجات اللي ما بتتعدش. طب هات اللي بعدها كده. 59 مستنيك. 59 بيقول لك هنا اهو ان انشنت ايجيبت. هي ايه انشنت ايجيبت؟ مصر القديمه. بيرد اند سولد ثينجز لايك جولد. تمام استنيني. بيرد يعني معناها اشترى، وسولد معناها باع. تمام. مين اللي كان بيبيع ويشتري في الاشياء زي الذهب؟ اكيد التريدر اللي هو التاجر. طب السكرايب الكاتب؟ لا. الفيت الطبيب البيطري؟ نو. طب الفيشر مان الصياد؟ لا. طب هات اللي بعده. نمبر 2 I wear black on my hand in winter. ايه اللي يتلبس في الايد بتاعتي في الشتاء؟ اكيد الجلافز اللي هو الايه؟ الكفاز الجوينت يعني. طيب you mustn't or we mustn't in the library يا مستر. نعم must و mustn't بيجي بعدهم مين؟ infinitive. اصغر كلمه هتبقى هي موكا، هتبقى توك. تمام. طيب there aren't figs in the fridge. حط underline على نوت. شايفها؟ aren't. شايفها؟ نوت ده هي والكوستشن ياخدوا مين؟ اني. يبقى نوت والكوستشن ياخدوا مين؟ اني. طيب الراجل بيقول لي ماي سكول، كلمه سكول يلزق معاها كلمه يونيفورم. يبقى سكول يونيفورم اللي هو زي المدرسي، بلو سكيرت ويالو تي شيرت. طيب الايكو توريزم اللي هي السياحه البيئيه بتساعد الناس تو ايه؟ ذا وايلد لايف. فيرب اسمه بروتكت، يحمي ولا يبني ولا يشتري ولا يسأل الحياة البرية؟ لا أكيد يحمي. طيب بيقول لك أنا خرجت عايز أعرف السبب، يبقى to help my صديقي my friend. يبقى إيه؟ لمساعدة صديقي. هات اللي بعده. how often يجي معاها do أو does، ما يجيش معاها is و am دي. طب مين اللي يحدد ال you وال we وال they do وال he وال she وال it does؟ ما تنساش. في بيج نمبر 63 بيقول لك هو عبارة عن بوكس صندوق which we keep نربي الحيوانات الانيمالز فيه. مين يحل؟ يلا يا ادم ولا مالك؟ يلا يا مالك. تبقى ايه؟ لا هو صندوق بربي فيه الحيوانات، هو الكيج القفص. صح يا صاحبي؟ يبقى القفص الكيج نمبر بي هو عبارة عن ايه؟ صندوق بنربي فيه الايه؟ الانيمالز. هات ملك. We stayed in that to avoid the hot sunshine. احنا قعدنا فين؟ في أني واحدة في دول؟ To avoid لنتجنب أشعة الشمس. واحد عشان يتجنب الحر يقعد في السمر ولا في الهيت ويف ولا في الستورم ولا في الشيت؟ أنا مش عارف معنى. طب لو أنا قلت لك إن ستورم دي معناها عاصفة، وقلت لك آخر واحدة شيت معناها الظل، أهو مش محتاجة. يبقى أنا محتاجة إن أنا أحفظ إن كلمة شيت دي معناها إيه؟ الظل.
بقعد في امتى؟ في الهوت سانشاين، في اشعه الشمس الحارقه. يلا يا خالتي عليا، وود يو، احنا قلنا من شويه ان وود يو بتاخد صم ولا ايني؟ صح، علي الصوت، صم ولا ايني؟ الله ينور، صم. يبقى لما اشوف وود يو باخد مين؟ وود يو باخد مين؟ بس بشرط ان الجمله تكون بلولر جمع، لو مفرد هتاخد ايه او ايه. حتى ادم هي طيب هنا هو عينيا بصت على افري دي. هات افري دي بقى، افري دي ده هي او اي افري. معايا يا ادم؟ معايا يا ملك؟ قال لك افري لما تشوفها الفيرب بيتحط معاه اس مع هي وشي وات، انفينيتيف مع وي ويوزي. استاذنك هتبقى مين؟ كاتشز. اشكرك. يبقى الهي والشي والات مع افري بتاخد اس، وي ويوزي بياخدوا انفينيتيف. هات اللي بعده، هتلاقيهم تيست نمبر 8 وده بيج نمبر 65. الدكتوره علياء، الدكتوره علياء بتعمل ايه للسيرب للشربات بتاع البسبوسه؟ قط بتقطع الشربات، ولا بيك بتخبز الشربات، ولا بور بتصب الشربات، ولا تشوب بتخرط الشربات؟ بور. بور معناها يصب، يبقى بور معناها يصب. بيك يخبز، قط يقطع، مش تشوب معناها يقطع برضو او يخرط. هات اللي بعده، الدكتوره ملك. The air is black and a delicious, clear, beautiful, toxic. استنى، الهواء ده انا ممكن اوصفه بوصفين حلوين. لو هو مديني ان الهواء ده كويس فباخد كلير، طب الراجل مديني بلاك يبقى انا محتاج صفه مهببه معاه اللي هو السام، توكسيك. تمام، في حد توكسيك بيتكلم جنبيه دلوقتي. هات اللي بعده، نمبر 3 مع ادم ولا مالك؟ مالك. مالك قال لك هاو اباوت، هاو اباوت بيجي بعديها فيرب بلس اي ان جي ولا انفينيتيف ولا اس ولا باست؟ لا، يبقى هاو اباوت احفظها كده اهو، بيجي بعدها الفيرب في اي ان جي يا مستر. عاش. هات الدكتوره ملك. اي بروتكت ذا انفايرمنت. طب هات ادم، حمايه البيئه تفتكر هاخد ماست ولا مصنت ولا هاز ولا هاف؟ ماست، لان طبعا لازم نحمي البيئه دي، يحمي مش يحمي. تمام تمام. هات اللي بعده، بيج نمبر 67. تعال نشوف الدكتوره ملك. is to pick something up quickly، ان انت تلتقط شيء بسرعه. grab، pour، cut، chop. يا مستر انا عندي كلمه grab معناها يخطف، مش grab الموبايل، مش دعوه grab الموبايل. pour من شويه معناها يصب، وcut يقطع، وchop يقطع برضه. يبقى انت هتاخد مين؟ grab يخطف. يبقى grab ليها علاقه بمين؟ ببيك. هات علياء. has long white sleeves، حاجه ليها كمام بيضاء وطويله. يبقى حاجه طويله وعندها كمام بيضاء. ايه طويله؟ التيشيرت ولا سكيرت ولا الجلابيه ولا الهات؟ الهات الطاقيه. يبقى هات دي معناها طاقيه، مش محتاج افكر كتير في الحياه. هقول مين يا جاسمين؟ هقول جلابيه. يبقى الجلابيه ده هي has a long white sleeves، عندها اكمام طويله. هات مالك. دينا is good at. سلام مستر جدا، احنا قلنا اي حاجه بعد at؟ عاش. طب هسالك سؤال غريب شويه، في حاجه تاني كان بيجي معاها اي ان جي، هي مين؟ how about، فاكر من شويه؟ عاش. هات ادم. I go to school on Friday. It's holiday. استنى بقى، هو في الهوليدي انت دايما بتروح المدرسه؟ always ولا sometimes احيانا ولا never ابدا ولا often غالبا؟ طيب يبقى انت هنا هتقول لي مين؟ never. never دي معناها ابدا، ما بروحش ايه المدرسه في الهوليدي. هات لي بيج نمبر 69 وتعالى نشوف اي يوز. انا بستخدم ايه when I play squash؟ يا مستر السكواش والتنس انا بستخدم معاهم الراكتس اللي هي المضارب. تمام. طيب هات نمبر 2، ايكوتوريزم. فاكرين ايكوتوريزم؟ انت قلت لي بتعمل ايه للانفايرمنت؟ حاجتين، بتعمل الفيرب بروتكت معناها يحمي، او الفيرب لوك افتر معناها يعتني بيه.
يبقى تاني يا مستر الايكو سيستم اللي هي السياحة البيئية بتعمل كم حاجة two things اللي هي ايه protect the environment او look after the environment. فانا هنا اقول له ايه looks after. هات اللي بعده سارة اوفن. انت قلت لي سارة مع اوفن اللي هي والشي والات اخره ايه اس يبقى هنا هو مع اوفن اللي هي والشي والات الفيرب في اخره ايه ممنوع اختار اي ان جي. هات نمبر فور I doing my homework yesterday. Yesterday ده هي present ولا past يا موكا؟ الماضي. الماضي past. يبقى هتاخد was ولا where مع ال I؟ where. يا راجل طب ازاي where الكبيرة تيجي مع I الصغيرة؟ يبقى ال I وال he وال she وال it was. ال he وال she وال it وال I was. ال we وال you وال they were. حفظ. هات بيج نمبر 71 وتعالى 71 تعالى نشوف الدكتور آدم. ايكو means ايكو means relating to the environment, job, journey, culture. يبقى هنا هو لا ايكو كلمة ايكو ده هي يعني معناها ان هي لا علاقة بالبيئة بالانفيرومنت. مش انت قلت لي ايكو معناها يا مستر معناها انفيرومنت حاجة خاصة بالبيئة. طب هات اللي بعد it's something that isn't alive. يبقى حاجة مش حية الليفينج ثينجس ولا النون ليفينج ثينجس ولا الروك بول ولا الرين فورست. يبقى النون رين ليفينج ثينجس. موافق. هات علياء. يا علياء ملك كان بتقول لك يستر دي مع وقت كنا بناخد وز او وير. هنا هو زي هتاخد وز ولا وير؟ مفيش وز اصلا يبقى هناخد مين وير عشان ازاي من شويه كنا بنقول عليها بتاخد الايه الوير. هات ملك she is wearing a dress. يا ترى green cotton dress ولا cotton green dress ولا cotton new ولا cotton old؟ فكر يا مستر. لا هقول له green cotton dress. هات اللي بعده. هات لي 73 don't go outside ولا inside ولا school ولا home if there is a sandstorm. يا ترى لو في عاصفة ما ايه ما تخرجش ولا ما تدخلش ولا ما تروحش المدرسة ولا ما تروحش البيت. يبقى أقول له don't go out ما تخرجش لو في إيه عاصفة. هات آدم I a sandwich for lunch. I have usually ولا usually have ولا have often ولا have always. فاكر آدم دي كلهم كان أولهم مين have. يبقى هنا هو إيه خلاص أنا تعلمت الحتة دي. يبقى هنا هو usually فاكرة الجملة دي اتكررت. هات اللي بعده ملك If an animal needs a the room has to be clean. الأوضة لازم تكون معقمة لو في حيوان محتاج ايه operation عملية. يبقى لو في حيوان محتاج operation بعمل له ايه بخلي الأوضة دي clean. هات ملك ملك خلاص. هات علياء I was by boat to the island with my friends. احنا قلنا اي verb بعد was verb يتحط له مين. يبقى لو انت شاطر وبتلم معايا المنهج عد معايا good و great و bad و how about و was و where الـ6 words دول بعدهم ing بعدهم مين على طول. طب مين اللي بعدين infinitive let's و to let's و ايه تعال نكمل. هات لي بيج نمبر احنا كده حلين 13 محافظة. تعال نشوف نمبر 13 اللي هي بيج 25. يلا يا مالك is a very large building built a long time ago. مبنى شرط ان هو يكون كبير جدا ويكون مبني من زمان الكاسل ولا الكيج ولا الروم ولا البوكس. فاكر كلمة كيج اللي هو كان قفص اللي احنا بنحط فيه الحيوانات اكيد ده مش مبني من زمان كاسل. يبقى كاسل اللي هي القلعة. هات نمبر 2 مع الدكتور آدم help sick animals. مين من دول بيساعد الحيوانات المريضة؟ الدنتست ده طبيب أسنان بيساعد سناننا لكن هاخد الفيت اللي هو الطبيب البيطري. هات نمبر 3 مع علياء tidy up the kitchen it's messy. يا ترى
او مطبخ نرتبه عشان فوضوي، يجب ولا لا يجب يا فندم؟ يبقى must. يبقى I must tidy up the kitchen, it's messy. ملك oranges وفي would like. فاكره would like بتاخد some ولا اني؟ عاش. يبقى would like خلاص انا اتعلمتها بتاخد some. ملاحظين حاجه؟ الاسئله عماله تتكرر اهو. بص كده every، انت قلت لي مع every لا اما اس لا اما infinitive، مين يحدد؟ خالتي نهى. نهى ده هي هتاخد كاتش ولا كاتشز؟ ها كاتشز. عاش. هات نمبر 2. يلا يا علياء او ملك، يلا يا ملك. I put new swimming in to swim in the pool. ايه اللي ليه علاقه بالسويمنج بالسباحه؟ شورتس ولا جاكيت ولا امبريلا ولا كوت؟ شورتس. حاجه زي المايو كده. هات خالتي علياء. When we're listening to music، احنا قلنا اي فيرب؟ When where، احنا قلنا where، هتاخد اني واحده؟ it ولا she ولا he ولا you؟ بتفكر كتير ليه؟ ما تفكرش. الهي والشي والات بياخدوا الهي والشي والات بياخدوا مين؟ مين اللي بتاخد وير؟ يو. فهمت يا فندم؟ هات لي ادم. ايكوتوريستس ستي ان سمول لوكال اي اور باي تو ستي ان بيرنتس ان بيبلز هاوسز. يبقى بيقعدوا فين؟ في لوكال اي؟ قال لك في لوكال هوتيلز ولا لوكال كيدجز ولا لوكال كيفز ولا لوكال بوكسز. بالعقل كده سياح هيقعدوا في صناديق؟ هيقعدوا في كهوف؟ لا. هيقعدوا في اقفاص؟ لا. في هوتيلز. الله ينور. المحافظه اللي قبل الاخيره، احنا ايه؟ احنا وصلنا الى الشط. يلا يا دكتوره ملك اضغطي بايه؟ بقلب جامد. تعال نشوف مالك هيحل لنا دي ازاي. There might be a power cut, make sure you have wires, torches, umbrellas, chairs. يعني بيقول لك there might be a power cut, make sure you have a wires ولا torches ولا umbrellas ولا chairs. يبقى مستر بيقول لك might be power cut يعني النور مقطوع، يبقى انا هستخدم مين؟ هستخدم التورشز. تورشز يعني ايه؟ يعني زي كشاف كده. اوكي يا مستر، لكن مش هستخدم اسلاك. الاسلاك دي انا بستخدمها لو في كهرباء، هي اصلا كهرباء مقطوعه مش محتاجها. The nightmare is very bad. Dream ولا name ولا person ولا drink. يبقى ايه اللي يعتبر حلم سيء؟ هو الكابوس، يبقى انا هختار له دريم. هات نمبر 3. We don't have apples. عاش، عشان في نوت. الله ينور. طب مين يقول لي ووز؟ هتيجي مع اني واحده في دنيا ملك؟ ذي ولا اي ولا وي ولا يو؟ مع ووز. هتيجي مع اي. هات اكزام نمبر 16 مستنيك. I wear بيجي نمبر 81 يا شباب في المقصر. I wear on my feet. يا ترى بلبس ايه في رجليا؟ اكيد مين؟ السنيكرز اللي هو حاجه زي الكوتشي، لكن مش بلبس الجاكيت في رجليا ولا الكوت البلطو في رجليا ولا السكيرت الجيبه في رجليا الا لو انا كريزي مجنون. هات نمبر 2. She wears a crown on her. هي بترتدي تاج على ايه؟ على ايديها؟ على رجليها؟ على اقدامها ولا على الهيد؟ على الهيد. I am very good. مين شاطر يقول لي جود بقت بتاخد ايه دلوقتي؟ عاش. طب مين يقول لي swim؟ he hates swimming. واحد بيكره السباحه، يبقى هو دايما بيعوم ولا never؟ never. طب لو likes يبقى always. نمبر 1 هنا في بيج نمبر 83 بيقول لك محافظه سوهاج بلد المواويل، وتعالى نشوف to cut something is to eat. يا مستر كلمة cut هي الدراع اليمين لكلمة chop، عارفين ايه الفرق؟ اه. كلمة cut ده هي يعني معناها بقعد اقطع فيها، لما اقعد اقطع 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 بتبقى chop. بتبقى ايه؟ يبقى chop دي معناها يقطع لقطع صغيرة. تمام. يخرطها يعني زي الملوخيه كده، يبقى الملوخيه مش كات تشوب. هات اللي بعده. اللحمه ايه؟ تشوب، بفرمها. يبقى هنا اللحمه مش بقطعها كده، لا ده انا بعملها ايه؟ تشوب. هات اللي بعده. اتش كولد
I'll wear my الجو ساعة هلبس الطاقية بتاعتي عشان ما اسقعش ولا الجاكيت ولا النيكلس ولا البراسلت هلبس مين جاكيت هات نمبر 3 she likes wearing clothes هتاخد مين يا مستر cotton old ولا cotton new ولا white cotton clothes ولا cotton green هقول له white cotton clothes يعني ملابس بيضاء قطنية I'd like دي اللي هي would فاكر اللي هي مين يبقى مستر دي I ده هي would هتاخد مين I would some فاهم حاجة يا صاحبي يبقى would والI دي بياخدوا مين some تعالى ناخد واحدة كمان اللي هي الI دي اللي هي I would هات 85 مستنيك خالتي ملك when harmful chemicals go into A we call these water pollution يبقى احنا لما ايه المكونات او الكيماويات الضارة دي بتنزل لايه احنا بنسمي ده تلوث مية بتنزل في ايه بقى في الفاكتوريز ايه اللي له علاقة بالووتر في دول ووتر بوديز اي مسطحات مائية يبقى الووتر بوديز دي اللي هي المسطحات المائية تطلع زي ما تطلع بقى بحر نهر ترعة بركة مية عادي I work when I am playing football I work ايه I work ايه لما باجي بلعب كرة قدم I work in a team ولا on my own لا in a team بلعب في فريق اما on my own بنفسي هات اللي بعده Cats are good at a jumping How often فاكرين بيجي بعديها do How does بالضبط يبقى هنا هو لا تعال 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 يبقى لو انا عندي هي او شيء او ات هاخد does عندي we we they هاخد do يبقى مين اللي بيحدد يا صاحبي شيء وهاو اوفن بتحدد ازاي ان يجي بعدها دو او دس يبقى لو فيها هاو اوفن مش هاخد ار وير طب هسال سؤال كمان يبقى انا مش هاخد ار ولا وير عشان هنا هو لو خدتهم الفيرب لازم يتحط له اي ان جي وهنا ما فيهوش اخر محافظه يا مستر محمد بيج نمبر 87 والوداع ملك نعست اسحي الله عشان ايه عشان القطر اللي نزل المحطه الجايه the destroyed many homes and other buildings ايه اللي دمر البيوت الكتيره دمر بيوت كتيره ومباني كتيره مين بقى التورنادو ولا الهيت ويف ولا ساند ستورم ولا الكلاود الكلاود السحابه غلبانه ما بتدمرش حاجه طيب الساند ستورم العاصفه الرمليه لا التورنادو الاعصار تورنيدو تلاجات تورنيدو هات اللي بعده I don't want to work with animals انا مش عايز اشتغل مع الانيمالز مش حابة اشتغل مع الانيمالز and they me يبقى هما ايه scare يخوفوني هات اللي بعده she pains every فاكرة دي يا ملك every مع الهي والشي والات وإفري الفيرب في اخره اس مع الهي والشي والات وإفري الفيرب في اخره اس طيب هنا هو study hard بتاعتك يا ملك يا علياء كل مرة المذاكرة بجد دي must ولا mustn't في رأيك must هي must دي معناها ايه يا علياء يجب طيب we mangoes in our garden يا ترى المانجا بنعمل فيها في الحديقة grow هات علياء my uncle raises chicken he fresh eggs Every day, أنا بيجي 36 في المعاصر الملحق. My uncle raises chickens, he fresh eggs. البيض الطازج بنعمل فيه إيه؟ أكيد بنعمل له الفيرب collect معناها يجمع. هات مالك means to pick up. إحنا قلنا pick up بتساوي إيه؟ بتساوي كلمة grab الموبايل. بتساوي كلمة إيه؟ grab. يبقى grab يخطف وبيك يلتقط. هات اللي بعده آدم. We the syrup over the basbousa. السيرب ده بنحطه ايه على البسبوسه عايز اقول يصب يعني ايه بور هات اللي بعده نمبر 5 My mom added all the ingredients before mix them ماما بتعمل ايه في مكونات البسبوسه قبل ما بتطبخها بنعمل لها الفيرب ويز معناها يزن بتوزنهم علشان ما تبقاش حاجة أكتر من حاجة هات علياء هدايا البيج اللي بعديها 37 هدايا ملك عارفة هدايا ملك
اللي هي بتاعت السمك اللي في اخر الشارع، لا ده بتاعت تايكوندو. مون مين امبورتنت اي ووريرز برايزز كورتس سوتس، يبقى فازت بايه؟ فازت بجوائز هامه، يبقى برايزز. هات ملعب. وي يوز ايت تو بلاي سكواش، ايه من دول بلعب بيه سكواش؟ الراكت. راكت ده معناه مضرب. طب هسأل سؤال تاني المالك. Is my favorite sport because I like doing high kicks. اللي ليه علاقة بالهاي كيكس؟ كل الألعاب القتالية، الكاراتيه والكونغفو والتايكوندو والفرح ده. عندك واحدة منهم؟ الكاراتي. هات اللي بعده. Number 4. يلا يا آدم. Football is very a sport in Egypt. الفوتبول ده هي بالذات بلزق فيها كلمة popular. popular معناها يعني ايه؟ شائعة او منتشرة. معظم الناس بتلعب الايه؟ الفوتبول. popular. هات نمبر 5. نعم يا علياء. عايز تحلي؟ ماشي. we play football on the football a. احنا قلنا بنلعب كرة القدم فين؟ في البيتش، تتحفز في الفوتبول بيتش، ملعب كرة القدم. I wear a hat to a my face. بلبس الطاقية عشان اعمل ايه في وشي؟ to protect، علشان احمي وجهي الشمس والحاجات دي. هاد ادم، حل بقى من الاول هنا يا ادم انت. we need to a our suitcases for our holiday tomorrow. عايز اقول يعبي، نعبي الشنط بتاعتنا. لازم تبقى حافظ الفيرب ده. باك اللي هي التانية، نمبر بي. باك يعبي. هات مالك. makes shoes from leathers. مين من دول ليه علاقة بالشوز؟ الشو ميكر اللي هو صانع الأحذية، بيعمل الأحذية بتاعته من الجلد. علياء. my sister is wearing a lovely a around her neck. اللي بيتلبس حوالين الرقبة. الرينج، بتلبس الخاتم في رقبتها. طيب النيكلس ولا السكيرت ولا السويتر؟ أكيد طبعا النيكلس والعقد. الدكتورة ملك، دكتورة الأنف والأذن والحنجرة، مستشفى أم المصري. حل يا فندم. I need to pack my. احنا قلنا باك دي يعني ايه؟ يعبي. بنعبي ايه؟ الشورتس، السويترز، السانجلاسز، السكيرت. ايه انا معرفش. بص كده بيقول لك it can be cool in the evening. الجو هيبقى ساقع في المساء، فاحنا محتاجين ايه عشان ما نسقعش؟ السويتر. تمام. هنا هو بيقول لك tourists dive in the Red Sea near the A reefs. يا مستر. نعم. كلمة ريفز تلزق معاها كرة. الكرة الريفز اللي هي الشعاب المرجانية. هات اللي بعده. عالية. is bigger than town. اللي أكبر من المدينة الصغيرة هي السيتي. يبقى السيتي هي أكبر منين؟ من التاون. مانشستر سيتي. هات اللي بعده. looks after the environment and helps local people. من دول بيعتني بالبيئة وبيساعد الناس المحليين؟ الأكوتوريزم، السياحة البيئية. عالية. we can enjoy diving and in طابة. بنعمل ايه في طابة؟ هم حاجتين او ثلاثة، الدايفنج والهايكينج. الهايكينج اللي هو ايه؟ تسلق الجبال، او اللي انت ايه، اللي هي الحاجات اللي هي لها علاقة بالايه، بالصحراء، زي السير على الأقدام. يبقى الهايكنج ده اللي هو التنزه ايه، سيرا على الأقدام في جبل بقى، في صحراء، يبقى ده اسمه هايكنج. اوكي، الناس بتمشي هناك، صحتها مساعده. هات اللي بعده. زي الفانتاين ايه، هي الفانتاين دي عبارة عن ايه في اسوان؟ عبارة عن ايلاند، جزيرة فيلة. اوكي، مش واحة. هات اللي تحت. 39. is someone who learned how to read and write in ancient Egypt. فاكر دي يا ملك؟ يا آدم؟ فاكر دي؟ شخص بيقرأ وبيكتب في مصر القديمة اللي هو مين؟ السكرايب، الكاتب. هات اللي بعده. is the connections between living things and non-living things. يعني ايه يا مستر؟ هو اتصال أو ترابط أو تفاعل ما بين الكائنات الحية والكائنات الغير الحية. هو اسمه ايه؟ الإيكو سيستم. هات اللي بعده. is a small area of water with rocks, crabs and seaweeds. يعني ايه؟ يعني مساحة صغيرة من المية فيها صخور وفيها crabs وفيها seaweed، اللي هي مين؟ الروك بول، اللي هي البركة الصخرية. هات اللي بعده. the bees are a and the butterflies are flying in the sun.
يبقى البيز دول بيكونوا ايه؟ بيعملوا ايه؟ البيز دول بيعملوا الفيرب بازنج، يطنوا الطنين. هات نمبر 5، ذا از ميكينج بيوتفول بوتس فروم كلاي. مين اللي ليه علاقه بالكلاي الصلصال والطمي والحاجات دي؟ هو مين؟ الكرافتس مين اللي هم الحرفيين. هات اللي بعد، تعال نشوف ملك هتحل لنا دي ازاي. When it rains a lot there is a، لما يبقى في مطره كتيره يبقى ده ساند ستورم، عاصفه رمليه، هيت ويف موجه حاره، ولا فلود طوفان، ولا كلاود سحابه؟ الطوفان. الطوفان عباره عن ميه كتيره، عشان كده بيقول لك لما بتمطر كتير بتعمل ايه؟ ميه، بقت ميه كتيره بتعمل فيضانات. اوكي طيب، today علياء there is a I feel the heat of the sun، بيقول لك النهارده عايز اقول في موجه حاره، عشان كده انا حاسس بحراره الايه؟ الشمس. موجه حاره يعني ايه؟ هيت ويف. هات اللي بعده، وير ايه تو بروتكت يور فيس ان ساند ستورم، بنرتدي ايه علشان نحمي وشنا من العاصفه الرمليه؟ سكارف، ولا جاكيت، ولا رينج، ولا نيكلس؟ سكارف اللي هو الايه؟ الوشاح. هات اللي بعده، After it rains we can see the A in the sky. يبقى بنشوف الرينبو بعد المطر. الله ينور يا آدم، أنت ومالك. حتى آدم، The flood and the may destroy our homes. مين اللي يدمر بيوتنا؟ الكلاود، ولا الويند، ولا التورنيدو، ولا السن؟ التورنيدو اللي هو الإعصار. أنت عارف إيه الإعصار ده؟ يعني هو شديد قوي، تمام؟ يوقع على الشجر وكده. يلا بينا تعالى نشوف الجرامر. ملك، would you بتاخد ايه؟ يا راجل جدع، ان عشان في ابل، في تفاحه واحده، يبقى تاني الابل شايفها اهي، لو الاي ضربت اي قالت اي شافتها قالت يو، الاثنين كل دول بياخدوا ان لو مفرد. طب لو انا قلت ابلز مع would you هتاخد سم. اوكي يا مستر، يبقى دي كده هتاخد ان للمفرد، وللجمع مع وود هتاخد سم. فانا هنا قبل واحده هاخد ان. هات اللي بعده، اكسكيوز مي كان اي اسك يو اي كويستشنز، انا عايز اطلب منك اي حاجه، كان اي او وود يو باخد سم يا مستر، مع بليز كمان باخد سم، بس اللي بعدها تكون جمع، فانا هاخد مين؟ سم. طب يلا يا مالك، هاو اباوت، انت قلت لي بيجي بعدها ايه؟ جدع، يبقى هنا هو باينج. يلا يا ملك، I would like ايه؟ احنا قلنا would like مع اكس، هتاخد ايه؟ عاش. يلا يا ادم، are there، وفي question mark، السؤال بياخد مين؟ سم ولا اني؟ صح، علي صوتك شويه، اني. هات لي 42، I'm very good at، مركز يا مستر؟ اه، انت قلت لي اي حاجة بعد اد بتيجي معاها مين؟ يبقى speaking. هات ادم، she is very bad at making cakes but she is good at شاورما. انت قلت لي good at بيجي بعدها مين يا عليا؟ جدع شاطرة، making. طب يلا يا ملك، he is good، لا فوق، he is good، good ايه يا ملك؟ at. يلا يا مالك، نمبر 4، I am good at ironic. هما كلهم ينفعوا، بس بيقول لك ايه؟ because I can move fast، واحد بيتحرك بسرعة، يبقى هو بيحب القراية؟ لا، بيحب مين؟ running. هات نمبر 5، what sport are you at karate؟ الكاراتي ده هقول له ايه بقى؟ what sport are you great؟ great معناها رائع. هات اللي تحت، I want to my bedroom to A، أنا رحت سرير عشان أعمل إيه؟ يبقى to sleep، to بيجي بعدها الانفينيتيف. يلا يا ملك، ملك wears her sunglasses to A، her eyes، إحنا قلنا to بيجي بعدها الانفينيتيف أصغر كلمة، تبقى to protect. هات نمبر 3، Miss Fatma made a new dress to A، to wear. هات نمبر 4، Yasser studied hard to A، صح، to get infinitive. طارق went to the market yesterday، انا ما عنديش، عايز اقول السبب هقول له to buy،
to buy some oranges. هات اللي بعده number 4 أو unit 4. 44. بص يا ملك سؤالك اهو يسترداي جه معاها مين؟ تايم يبقى اقول له سالي وهبه واحد ولا اتنين سالي وهبه دول؟ تو يبقى واز واتشنج ولا وير واتشنج ولا واتشنج ولا واتشد ولا واتش؟ اقول له وير واتشنج معايا ركز مش في يسترداي؟ اول صح اول السؤال في يسترداي مش معاها وقت يبقى واز وير اي ان جي حفظ باست كونتينوس هات اللي بعده سما دوينج سما ده هي مع الاي ان جي هتاخد وز ولا وير سما واحده هتاخد وز ولا وير مش هي واحده هتاخد الصغيره ولا الكبيره صح ووز طب هات اللي بعده يو هافينج دينر ات 9 اوكلوك يسترداي مين يقول لي يو بقى مع الاي ان جي هتاخد وز ولا وير وير شاطره يلا يا ملك فوقي شويه They were احنا قلنا اي فيرب بعد was were بيتحط له ايه عاش painting يلا يا ادم at 8 o'clock yesterday شفت يا مالك at 8 o'clock yesterday اهي يبقى هاخد was او were اي ان جي انت هتاخد ايه عاش was in training هات اللي بعده 48 او 45 يلا يا ملك Walk on the grass in the park. Must ولا mustn't? Must. يجب ان احنا نمشي على الحشائش في الحديقة. انا فكرت. هات علياء. My math homework. احنا قلنا must ده هي بيجي بعدها الانفينيتيف. يا ترى الانفينيتيف does ولا do ولا doing ولا did. صح. Do. يبقى هنا هو. Must. و mustn't. بيجي بعدهم مين الانفينيتيف اللي هو زي دو زي هاف وزي ايه وزي بي وهكذا هات سري ادم وي ايت فيجيتابلز اند فروتس تو بي هيلثي ماست ولا ماستنت ماست طبعا يلا يا مالك وي اوفن اور لانش او اور سوري اور انك اون فرايدي فيزيت احنا بنزور اور انكل عمنا فين يوم الجمعه visit بس عشان احنا قلنا often و sometimes و usually الكلمات ده هي كلها بيجي بعدها infinitive لو في I و you زي الكلمات اهي always تحت اهي usually often sometimes never اكتب فوقها كده هو infinitive او verb plus is infinitive مع ال I و ال we و ال you زي وال he و she و ال it ال verb في اخره is او طبعا is او is my sister واحدة بس اللي هي شي هتاخد ايه؟ هتاخد اس ليه؟ عشان في every day حتى اللي بعد 46 I am never late for our English class I am on time يبقى هنا هو انا مش بتأخر على حصة الانجليزي يبقى I am ايه؟ I am always انا دايما باجي في معاك يبقى I am always لان انا ما بتأخرش my sister often استر ماي سيستر دي هتاخد اس ولا انفينيتيف هي ماي سيستر عندها فلوس اخرها اس اخرها اس سيستر دي اخرها اس لا اخرها ما عندهاش يبقى محتاجه اس يبقى ريتس فهمت قصدي طيب اي اولويز هاف لانش ات هوم انا دايما بتناول الغدا في بيتي سو اي جو تو ذا ريستورانت يبقى هنا هو اي ايه اي نيفر انا ما بروحش الريستورانت لان انا دايما بتناول الغدا فين في بيتي هي از انجري هي هاز ا سمايل اون هيز فيس اول ذا تايم واحد عنده ابتسامه في وشه طول الوقت يبقى هو دايما بيبقى غاضب ولا مره غاضب هات اللي بعده هاو دو يو واتش تي في توايس ا ويك بص يا مستر لو شفت الكلمات ده اهي وانس توايس ثري تايمز اي حاجه فيها تايمز Always, usually, often, never, sometimes, every كل ده بسأل معاه بهاو أوفن كم مرة وهاو أوفن يجي معاها دو أو داز ركزي يا علياء طب دو بتيجي مع الأي والوي واليو والزي والجمع والهي والشي والإت بتاخد داز بس ما تنساش إن بعد دو داز باخد مين إنفينيتيف بص كده جيت قلت إيه واتش ما قلتش واتشز يبقى هنا هقول له هاو أوفن ثانك يو And goodbye.